هاخدكم للرياضة، وطبعا رياضة يبقى أكيد هتكلم عن كرة القدم وعن بطولة كأس الأمم الإفريقية وعن اللي حصل في الماتش اللي فات مع غانا. والحقيقة في بيوتنا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي في الكورة اللي ملوش في الكورة الحقيقة طبعا بيتكلم وبيعلق على المباراة اللي فاتت وعن اللي هيحصل عن اللي جاي كمان، وحاطين ايدينا على قلبنا يعني خايفين مع الشكل مع الأداء. بس عشان نكون منصفين، الأداء طبعا في الماتش اللي فات الشوط الأولاني طبعا مفيش، الشوط الثاني عدلنا الدنيا شوية وكان الأداء مختلف تماما. فيعني نقدر اهو، ما احنا بنعرف اهو لما تبقى بتلعب وانت فاهم كويس قوي ان التيشيرت او الفانيله انت لابسها دي منتخب مصر، ده اسم مصر، انت بتلعب باسم المصريين كلهم، انت وراك اكتر من 100 مليون مصري، الكل بيدعي لك والكل واقف جنبك ومتضايقين وعايزين الافضل وعايزين تفرحهم. المنتخب ده كان بيتعمل له ألف حساب، قلنا احنا ملوك القارة، احنا كأس الأمم الأفريقية دي بتاعتنا. طبعا الكام سنة اللي فاتوا لأ، ايه اللي حصل وكلام كتير. وممكن انا قلت لحضراتكم الكلام ده في الماتش اللي فات مع موزمبيق، وقلنا يعني معلش خلينا ورا المنتخب وخلينا نصبر وخلينا معاه ونحمسه، ويعني بعدين نبقى نتكلم وبعدين نبقى نحاسب ونشوف القصه قصه مدرب ولا قصه لعيبه ولا روح ولا كل الكلام ده كله. فخلينا برضو بنفس الاداء ده اللي المنتخب محتاجه في الوقت الحالي، لانه احنا عايزين نكمل بروح، نكمل بنفس، نكمل بشكل مختلف تماما. فالنقد دلوقتي يعني الحقيقه برضو مش عايزين نهد الدنيا على دماغ المنتخب، واحنا يعني دي صعبه الحقيقه جدا. بس فمعلش ناجل الكلام ده، لان احنا محتاجين ان المنتخب المصري يتعلم من اخطائه، وان المدرب يسمع ويتعلم كمان ويشوف الاخطاء فين وطبيعه اللاعب اللي بيلعبه فين وفي اي مركز والخطه وكل الكلام والفنيات دي اللي هنرجع نتكلم فيها. لكن كمان كابتن صلاح، كابتن محمد صلاح، الحقيقه ما ينفعش خالص خالص اللي بيتعمل في كابتن صلاح، كاننا فجاه طبعا ما بنجمعش، لان في ناس منصفه وناس فاكره كويس قوي مين هو كابتن محمد صلاح اللي فرحنا ومشرفنا، وانه طول عمره المنتخب وفي لقطات ما تتنسلهوش ابدا في البطوله اللي فاتت في تصفيات كاس العالم، لما يعني الدموع اللي كانت في عينيه والوجع اللي كان جواه ونومته على الارض وقام وقوم المنتخب وقوم الجماهير والدنيا اختلفت. ففي حاجات ما ننساش، ما نرجعش نقول لا والله اصل هو دي اصابه حقيقيه، لا مش حقيقيه، لا مش عارفه ايه، لا اداؤه ده بيدعي الاصابه. الحقيقه يعني اتحاد الكوره النهارده وكلام امبارح يا ربي قال ايه طبيعه الاصابه وانها في العضله الخلفيه وانه بناء عليها هيغيب المباراتين الجايين. وفي صور وفيديوهات اللي يشوفه كابتن محمد صلاح لما طلع عينه وقلبه على اللعيبه على المنتخب، وازاي بيوجه وازاي بيتكلم وازاي بيتحمس، وكره بتضيع يعني بنشوف وجعه وشده اعصابه. فما تقولش لا اصل هو مع ليفربول منتخب، لا المقارنه هنا ما تجوزش، ما بنقللش من قيمة منتخبنا، لكن ليفربول واللي بيلعب معاهم وطبيعة اللعيبة والمدرب والخطة والكلام ده كله لا. فما تجيش تقول بقى انت بتعمل ايه وروح ارجع، عيب عيب، او انك بتدعي الاصابة وكل الكلام ده. ضغط 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 على كابتن صلاح طول الوقت. وحتى على فكرة في كانوا اطباء اتكلموا على ان الشد اللي حصل في العضلة الخلفية دي في منها يعني اسباب نفسية، الضغط النفسي، انت ما بتلعبش مرتاح، بتلعب وانت الجمهور يعني ضاغط عليك وبيتهمك وبيتطاول عليك بشكل او باخر. فما يصحش كابتن صلاح اللي يعني الناس بره بيشاوروا عليه صغيرين وكبار ايقونه بالنسبه لهم، احنا نعمل كده في ابطالنا في نجومنا. فخليني حتى في الجزئيه دي، عشان كان الناقد الرياضي الزميل العزيز طبعا احمد درويش كان مشرفنا هنا في الحياه اليوم وكان اتكلم كتير عن كابتن صلاح، اسمع رايه في الموضوع ده وطبعا عن المنتخب وادائه مع غانا. اهلا وسهلا بيك يا كابتن، يا كابتن احمد. كل مشاهدي حياه، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا، يعني ايه تعليقك، شايف ازاي الاجواء دي؟ شايف ان انا عايز ااكد على كلام حضرتك في قصه محمد صلاح في البدايه. اتفضل. محمد صلاح، بس الناس بتنسى، مش عارفه مثلا ان محمد صلاح يا استاذ ابنه اتفضل
خلال 96 مباراة دولية مع منتخب مصر من سنة 2011 هو تاني هداف في تاريخ الكرة المصرية بعد حسام حسن، جايب 54 جول وصنع 32 جول، يعني في 96 ماتش ساهم في 86 جول لمنتخب مصر. الناس بتنسى ان محمد صلاح شارك في 22 مباراة في تصفيات كأس العالم سجل 15 وصنع هدف، يعني في 22 مباراة مساهم ب 25 هدف. وارقام كتير لو نحسب ارقام محمد صلاح مع سواء حتى كاس الامم الافريقيه نفسها اللي الناس بتقول محمد مش موفق مع منتخب مصر، لما نحسب له نعرف ان محمد في كاس الامم الافريقيه شارك في 19 مباراه سجل اربعه وصنع سجل سبعه وصنع اربعه، يعني ساهم في 11. غير بقى ان هو كاس عالم وصلنا في نهائي امم افريقيا 2017 و2022، ففكره ان احنا نشكك ونخون وندخل جوه نوايا واحد هو الابرز في تاريخ الكره المصريه بالارقام والنتائج محمد صلاح، وبعد 3 4 سنين بعد محمد صلاح ما هيعتزل هنعرف قد ايه ان احنا ضربنا محمد صلاح وهو بيلعب كوره، ان احنا ما عرفناش نقدره. في البعض مش الكل طبعا، في ناس واعيه ومدركه وناس بتحب بلدها عارفه قيمه محمد صلاح كويس قوي، لكن هنفضل نقول بقى الرجال والناس اللي هي ما بتحبش اي خير للبلد لازم نتصدى للناس دي، لان محمد صلاح هو حاجه مهمه جدا او جوهره لابد نحافظ عليها. في التوقيت ده بيعملوا كده ليه يا استاذ ربنا؟ بيعملوا كده ليه؟ عشان احنا تعادلنا ماتشين، احنا زعلانين، احنا متضايقين، احنا متعشمين، ما كناش متوقعين النتيجه. صحيح. لكن الموضوع لسه في ايدينا، نكسب الماتش الجاي نصعد تاني مجموعه هيبقى عندنا فرصه حتى في دور ال 16 سكتنا مشوارنا. طب اللي شفته في غانا مع غانا او تحديدا في الشوط الثاني، الشوط الثاني يقول لنا ان احنا لما هنروح نقابل اتفضل. طبعا في مؤشرات يا استاذتنا. ايوه. الروح اللي بقت موجوده في الشوط الثاني وازاي نقدر نعود من 1-0 1-1 ومن 1-2 1-2 2، الروح دي كانت موجوده وظاهره عن ماتش موزمبيق. الماتش لو كان فيه 5 دقايق كمان كان منتخب مصر ممكن يسجل. فبالتالي هو معلش قبل وبالتالي يقول لك طب هي الروح دي ليه ما كانتش موجوده في الشوط الاول؟ يعني كانت النتيجه اختلفت تماما، كانت ايه الايه؟ سيبك من موزمبيق خلاص، في الشوط الاول كانت ضربه وحشه مع موزمبيق وكانت الناس زعلانه وعرفنا ان هم زعلانين كمان، فكانوا هيصالحونا المفترض. ليه في الشوط الاول كان الاداء بالشكل ده؟ الروح ما كانتش موجوده ولا دي خطه المدرب ولا لان برضو ايه؟ قال لك ان في الشوط الثاني شكل اللعيبه كده لعبت بدون خطه مدرب هي من نفسها. طيب هنوضح بس النقطة دي عشان ده كلام بتردد خطأ. طريقة اللعب اتغيرت في الشوط الثاني بنزول عمر مرموش وتريزيجيه، قصدي بنزول تريزيجيه، فأصبح طريقة اللعب اتعدلت إلى 4-4-2، 2 رؤوس حربة، عمر مرموش ومصطفى محمد، وفي الشمال محمود حسن تريزيجيه، اليمين مصطفى فتحي بديل محمد صلاح. وبالتالي بعد كده كمان طلع محمد النني بعيد عن مستواه وغيره، وبالتالي اللعيبه اتحررت الناحيه الهجوميه في الملعب زادت. كمان الراجل نفس المدرب اعترف قال لك اللعيبه اتكلمت مع بعض، لان ده جانب كبير وجانب حماسي ان اللعيبه الكبار عم يتكلموا في حاجه اسمها استشعار الخطر. اللعيبه خلاص حست ان هي بالخساره دي ممكن تقطع البطوله. طب. وبالتالي احنا قدامنا منتخب اسمه كبير واخد البطوله 4 مرات، منتخب غانا حتى لو هو ما بيعيش أسوأ حالاته لكن يبقى منتخب كبير. المنطق ان احنا نتعادل مع غانا ده في منطق نتيجة جيدة مش كارثة. نتعادل مع موزمبيق هي كارثة، لا قدر الله يحصل اي نتيجة غير الفوز امام راس اخضر او كاف فيردي هي كارثة، حكم التاريخ، حكم المقارنات، حكم كل حاجة. ايه المطلوب دلوقتي يا اسلوبنا؟ المطلوب نوضح للناس حاجة. احنا لو كسبنا الماتش الجاي هيبقى 5 نقط تاني المجموعة، هنلاعب فريق واحد من زامبيا او كونغو في مجموعه المغرب في دور 16، ودول فرق في المتناول بالنسبه لنا. لازم نشجع مصر في التوقيت ده. أكيد. لازم الناس اللي بتطلع بتتكلم في الاعلام بدون وعي. انا شفت لعيب كبير كان بيلعب في منتخب مصر طلع بيشكك ان محمد صلاح ضاع الاصابه. ايوه. وهرب. ليس لها علاقه بالمنطق. ازاي انت تشكك وتخش في نوايا لعيب بحجم محمد صلاح كان بيبكي عشان منتخب مصر؟ ايوه. تأخر بهدف في ماتش من الماتشات. محمد صلاح زي ما حضرتك بتكلمي، شوف الصور والفيديوهات رد فعل محمد صلاح ايه وهو على الدكه. واحد مصاب في الدقيقه 20 فضل يقاوم لحد الدقيقه 45 مصاب
عشان مش عايز يتغير في الملعب. محمد صلاح احنا زعلانين ان محمد صلاح مستواه حد دلوقتي ما اظهرش الوجه الحقيقي المعتاد محمد صلاح، لكن مش نذبحه مسؤوليته. بالعكس احنا نطبق طبعا عليه، احنا نشجعه، احنا نقول له ان انت كابتن منتخب مصر عليك مسؤوليه كبيره يا محمد، ان انت الكابتن، ان انت الاغلى سعرا، ان انت الاهم مش في مصر بس، انت اللاعب الاهم في قاره افريقيا. ادي حاجه. ثاني حاجه عشان ما اطولش على حضرتك في نقطه مهمه جدا، احنا شفنا منتخب الجزائر بقيمته بلاعيبته بفريق مرشح من الثلاثه الكبار ان ياخد البطوله، النهارده قدام بوركينا فاسو بيتعادل في اللحظات الاخيره زينا بالظبط، وعنده نقطتين زينا بالظبط. ما اعتقدش ان في اعلام الجزائري بيطلع واحد مثل منتخب بلده بيقول لك اصل حكيم زياش هرب، اصل ده هرب او ده هرب اشرف حكيم. يا جماعه مش صح. رياض محرز هرب، اسف، ده مش صح يا جماعه، مش صح ان احنا في الوقت ده بدل ما نجمع قوتنا وكلنا نتحد ورا منتخب مصر نطلع نشكك في منتخب احنا بنحبه ونسانده. مفهوم. ان شاء الله يعني باذن الله الماتش اللي جاي يبقى غير كل التوقعات السلبيه ونشوف اداء مختلف ويعني نكمل على خير باذن الله. ناقد رياضي احمد درويش بشكرك شكرا جزيلا على وجودك.